تفسير حلم رؤية آية الكرسي في المنام. دلالات رؤية آية الكرسي في الحلم للعزباء أو للمتزوجة أو للحامل أو للمطلقة، وتختلف سواء كانت رؤية قراءة آية الكرسي بصوت عال أو بصعوبة، وسنتعرف على هذه الدلالات من خلال هذا الفيديو حسب كل حالة. تفسير رؤية القرآن في المنام. تفسير رؤية القرآن بشكل عام في المنام يدل أنه سيقوى سلطانه وتحسن خاتمته بإذن الله، وأن الله سيحفظه من كيد الكائدين. من كان مريضا ورأى في المنام أنه يقرأ شيئا من القرآن فهذا علامة على أن الله تعالى سيشفيه ويخلصه من مرضه، كما أن تلاوة القرآن تدل على كثرة الأعمال الصالحة وعلو الدرجات وإخلاص الرأي لربه سبحانه وتعالى. تفسير رؤية آية الكرسي وقراءتها بصعوبة في المنام. تختلف تفسيرات رؤية آية البقرة من رأي إلى آخر، حيث أنه لكل مقطع دلالة. فإن قراءة سورة البقرة في المنام ومعها آية الكرسي تدل على أن الرأي سوف يرزقه الله العلم النافع، وسوف يكون عمره طويل وصالح في الدنيا. أما إذا رأى الرائي أنه يقوم بقراءة جزء من آية الكرسي فقط، دل هذا على نجاة هذا الشخص وولده من مشكلة ما تعرض أو سيتعرض لها. لكن رؤية الشخص في منامه أنه يقوم بقراءة آية الكرسي وجزء من سورة البقرة، فهذا يشير إلى أن هذا الشخص سوف يحصل على ميراث، وأنه سيحدث مشاكل بينه وبين أقاربه بسبب الميراث. تفسير رؤية العزباء لآية الكرسي. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بقراءة آية الكرسي، فهذا يدل على سلامة دينها وتوحيدها وتقربها من الله عز وجل، كما أنها تشير إلى النجاة من كل الشرور والحسد والعين. أما إذا كانت رؤيتها أنها تردد آية الكرسي وراء أحد، فدليل على زواجها من رجل يعلمها دينها وتعيش معه حياة هادئة وسعيدة بإذن الله تعالى. تفسير رؤية آية الكرسي للمتزوجة. لو رأت المتزوجة في منامها قراءة آية الكرسي فهذه بشرى سارة لها، خاصة إذا كانت لا تنجب وتعرف سبب عدم إنجابها. فالله عز وجل يبشرها بزوال هذا السبب ويرزقها بمولود جميل. تفسير آية الكرسي في منام الحامل. إذا رأت السيد الحامل في منامها أنها تقوم بقراءة آية الكرسي فهذا يوضح أنها ستضع مولودها بسلامة، وأنها ستكون هي وطفلها بخير، لأن قراءة آية الكرسي شفاء من كل مرض وداء. أما إذا رأت الأم أنها تقرأ آية الكرسي على أطفالها، دل ذلك على شفاء أطفالها ونجاتهما جميعا من العين والحسد. تفسير رؤية آية الكرسي في منام الرجل وتلاوتها بصوت عال. إذا رأى الرجل في منامه آية الكرسي فهذا دليل على توحيده بالله عز وجل والعصمة من الذنوب والمعاصي. وتلاوة آية الكرسي في المنام للرجل بشارة بالأخبار السارة وتحقيق الأمنيات، سواء نجاح أو مال أو ولد أو زوجة صالحة، كما أنها دليل على الذكاء والزيادة في العمر والعمل، وللرجل المريض فهي شفاء من الأمراض. تفسير آية الكرسي في منام المريض. إن في آية الكرسي خير وبركة، وعند رؤية المريض في منامه أنه يقوم بقراءة آية الكرسي، فإن هذا قد يدل على أن صاحب الحلم سوف يعطيه الله تعالى الشفاء من مرضه، وسيخفف عنه ألمه، وسيرزقه من حيث لا يحتسب من العلم الكثير والعمر الطويل والخير والبركة.